أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعينا الكرام في الإعلان الثاني من مسلسل شراب التوت البريء، الحلقة 55 مترجم للعربية، حيث الإعلان يبدأ بكيف جيم وهي تتحدث مع دوغا ووالدتها وإليب وتقول: سأقف على بابهم وأخذ ابنتي، سوف أعود بتشيمان. وهنا يظهر الكل حزين وقلق مما سيحدث، وإليف تقول في تلك اللحظة: يا للهول، لقد عادت كيف الجيم القديمة. وبعد ذلك ستظهر كيف الجيم وهي بكامل عصبيتها وتصرخ بأعلى صوت، تقول لابنتها: لا تصيبيني بالجنون، اخلعي ما على رأسك. وهنا ابنتها تصرخ وتقول لها: أمي. وزوج بتشيمان يصرخ على كيف الجيم ويقول لها: يكفي، وكأننا نحتجز ابنتك بالقوة. وكيف الجيم تجيب وتقول: رجاء يا ابنتي لا تدمري حياتك. وتقولها وهي حزينة جدا وتبكي. بعد ذلك سنسمع جوركام وهي تتحدث مع والدها وتقول له: بالنسبة لي فاتح شخص مناسب وصحيح، الأشخاص الخاطئون هم تلك الفتاة وعائلتها، يعني دوغا. وظهرت وهي تفتح الباب لفاتح. بعد ذلك سنرى دوغا وهي جالسة مع أختها تشيمان، وتدخل جوركام عليهم وتتحدث مع دوغا وتقول له: لقد كان مكتوب أن يكون لقاؤنا اليوم، أساسا سنلتقي باستمرار بعد الآن. وقالت لها: هل تعرفين أن أختك هدمت وفرقت بين أخي وزوجته وبنت بيتها، يعني أخت دوغا بنت بيتها من أجل سعادتها وهدمت بيت أخيها. بعد ذلك سنرى بامبي وهي تقول: يجب أن تفعلوا شيء، ولادة هذا الطفل سوف يؤثر بنا جميعا. وبعد ذلك سنرى إليف وهي حزينة جدا، كما أيضا بامبي تقول: أنا لا أطلق يا سيدة عبد الله. هنا واضح على عبد الله التوتر والقلق مما تقوله بامبي، وتقول له: إياك أن تقول، سوف تحقق أحلامها. بعد ذلك سنرى عبد الله مع عمر ويقول له: أنا لست أب يترك طفله. وعمر يقول له: وإلى أين يتجه هذا الموضوع؟ بعد ذلك سنرى كيف الجيم وهي تركب سيارتها بعد خروجها من منزل جوركام وتقول: أرجوك استجمعي عقلك يا تشيمان، وتبدأ بالبكاء لأنها لم تستطع أن تفعل شيء من أجل إعادة ابنتها إلى صوابها. أرى بصراحة أصدقائي أن تفكير جوركام لا يختلف عن تفكير بامبي من ناحية لوم البنت وتبرئة الرجل مهما عمل، رغم أنها تعرف أن أخوها هو الذي خان زوجته مع تيشيمان، وأرى أن شخصية جوركام تليق بفاتح. دوغا كانت تحبه ولم تخنه ولو لمرة ولم تفكر في ذلك، وهو الآن ذهب إلى جوركام وأحبها، وهي أصلا من قبل قامت بعلاقة مع عمه، والآن أصبحت تعطي دروس في الأخلاق لتيشيمان ودوغا. هي نست ما فعلت. المهم أصدقائي، هذا هو كل الإعلان، وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء. وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.